قادة النصر. الفريق عبد المنعم رياض، شهيد الاستنزاف، رجل عسكري من طراز رفيع، جمع بين الحزم ومحبة الناس، بين العلوم العسكرية وإجادته لعدة لغات منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية. ولد محمد عبد المنعم محمد رياض يوم 22 أكتوبر 1919 في إحدى قرى مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتدرج في مراحل الدراسة حتى التحق بكلية الطب بناءً على رغبة أسرته، لكنه بعد عامين تركها وقرر الالتحاق بالكلية الحربية. وفي عام 1941 التحق بسلاح المدفعية، وبعد 4 سنوات سافر إلى إنجلترا وأتم دراسته هناك كمعلم مدفعية مضادة للطائرات. وبعد عودته لمصر ظل يترقى في المناصب حتى عين في عام 1964 رئيس لأركان القيادة العربية الموحدة، واختير في 11 يونيو 1967 رئيس لأركان حرب القوات المسلحة ليحقق انتصارات عسكرية كبيرة في معارك حرب الاستنزاف. وفي يوم السبت 8 مارس عام 1969 انطلقت نيران العسكرية المصرية على طول الجبهة لتكبد العدو أكبر قدر من الخسائر في أعنف اشتباك منذ عام 1967. في صباح اليوم التالي توجه الفريق رياض بنفسه إلى الجبهة وقاد المعركة من أكثر المواقع المصرية قرباً من العدو، فلم يكن يبعد عن مرمى النيران الإسرائيلية سوى 250 متر فقط. كان الفريق رياض واقفاً بين جنوده حين انهالت عليه نيران العدو وأصيب بقذيفة مدفع، وصعدت روحه إلى بارئها من ميدان المعركة. أشعل استشهاد البطل عبد المنعم رياض حماس الشعب والجيش، وأحس الجنود أن المستحيل ممكن، وهو ما تحقق لهم في العبور 73.